اللحظة دي الولد قال لنورهان: أنا هعمل فمك حاجة تخليها تندم، يا هعمل فمك يا فخوكي. نورهان ردت عليه وقالت له: بلاش أخويا يا حبيبي. الله وبركاته محترمين اليوتيوب، هنفضل نتكلم ونتكلم في قضية نورهان والست اللي راحت روحها بدون أي ذنب. الست داليا سمير الحوشي اللي عندها 42 سنة اللي أطلق عليها قتيلة بورسعيد. داليا الله يرحمها هنتكلم مع حضراتكم في آخر نص ساعة في حياة مدام داليا. مدام داليا اللي كانت شغالة في مستشفى الحياة للتأمين الصحي لما جالها تليفون من إحدى الجيران اللي كانت دايما واخدة بالها من حركات وتكات نورهان. نورهان اللي عندها 20 سنة لم تحتفظ بعذريتها. نورهان يمكن ضربت بالعادات والتقاليد بتاعة المجتمع المصري وأهليتها كمان عرض الحائط. التجارة اللي كانت دايما بتتواصل مع الحاجة داليا اتصلت عليها وقالت لها: الحقي الولد اللي انت دايما تهنيه، الولد اللي انت دايما تبعديه عن بنتك في شقتك، والشقة ما فيهاش حد غير نورهان وكمان حسين فهمي. على فكرة اسمه حسين فهمي القاتل اللي عنده 14 سنة، علشان الام تسيب كل اللي وراها في شغلها علشان تحمي عرضها وعرض بنتها. هنا داليا بدأت انها تركب توك توك وتوجهت من المستشفى لحد البيت، ودخلت براحة سحبت زي ما احنا ما بنقول يا سادة، علشان تلاقي البنت عارية كما ولدتها امها في حضن ولد عنده 14 سنة، علشان الام تنهال على البنت بالضرب وتضرب الولد كمان. لكن الولد قدر انه يلبس لبسه وملابسه وبسرعة ويخرج من البيت. في الوقت ده نورهان وحسين اتفقوا ان هم ينهوا حياة داليا. داليا سمير اللي ما عملتش اي ذنب في نيتها، اللي كانت دايما فرحانة في بنتها. كان منظر صعب على الام لما تشوف بنتها اللي بتتمنى انها تكون احلى بنت في الدنيا، وكمان احنا عارفين نورهان انها كانت جميلة. لكن الام هنا لم يمضى على حياتها اكتر من يومين. الواقع دي كانت يوم 12 والواقعة بتاعت القتل كانت يوم 14، يعني بعدها بيوم واحد يا سادة. هنا بدأت الام خدت تليفون بنتها وهددتها انها تقول لابوها وان الموضوع مش هيعدي على خير. البنت قدرت انها تتواصل مع حسين مرة تانية، لان الام مرتبطة بمواعيد عمل في مستشفى الحياة للتأمين الصحي، وكانت دايما بتقول لحسين: امي هتقول لابويا. وكان الرد من الولد اللي عنده 14 سنة على نورهان: لا، هي مش هتلحق ولازم تعلم امي الدرس ما تنساهوش طول الحياه. يا ريته كان درس عشان ما تتعلمش فيه طول الحياه، لكن هو درس بانهاء الحياه سادة، وده اللي حصل. لكن بقى يوم الواقع بالذات لما حصل بقى وصدر تقارير من قسم شرطه اسم بور فؤاد على اللسان او على حساب ضابط التحريات، قال ان نورهان خططت ورتبت كل حاجة، وفي اليوم الموعود كان حسين فهمي مرتب كل شيء. كان مرتب الشاكوش والخشب اللي فيها مسامير، وكان مرتب كل حاجة علشان يدخل ويقضي على الام. لكن هنا يوم الدرس بالفعل الام ادت التليفون لنورهان مرة تانية وامنت انها تروح دروس واثنين وتلاتة، وده كان خطأ من الام علشان ان البنت ممكن تخرج من البيت وما ترجعش تاني. وهنا كان في فارق أدبي وفارق اجتماعي ما بين البنت وما بين الأم. هنا الأم اتصلت على نورهان في حدود الساعة 4، وكان معاها أخوها آدم الصغير في إحدى الشقق بقى علشان بتدي دروس خصوصية. وهنا البنت على ما خلصت وروحت، وكان آدم نزل يلعب في الشارع اللي نادى آدم صغير. وهنا كان يوم الجريمة. هنا كان التخطيط والتكتيك ما بين نورهان وما بين حسين. الأم طبعا يمكن قلبها مهموم ما بين الشغل وما بين شغل البيت وما بين الهم الكبير والفضيحة الكبيرة اللي هتتسبب لها نورهان فيها. هنا الأم راحت في سبات عميق في النوم، وهنا نورهان بدأت تتواصل مع حسين: تعالى يا حسين بسرعة علشان أمي نايمة، تعالى يا حسين قبل ما أمي ما تصحى. أنت ما بتناديش لحسين علشان يجي يديها جرعة دواء، يديها حقنة، يجيب لها أكل ديليفري، ده أنت بتستعجلي بمجي حسين علشان ينهي حياة أمك. ولما الواحد بيقول كلمة أمك والله العظيم الواحد قلبه بيوجعه. فلو وصلت معايا للدقيقة دي بلاش تنسانا
من الاشتراك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لحضرتك جميع اشعارات الفيديوهات. هنا حسين تحسس سلالم العمارة ودخل، بس ما يعرفش ان في كاميرات على مدخل العمارة وكاميرات كمان على المحلات المجاورة. دخل بالتيشيرت الاصفر بتاعه العادي وهنا الكاميرا مصوراه، ودخل يتحسس على اقدامه على سلالم او درجات سلالم العمارة لحد ما قدر انه يدخل داخل الشقة. وبعدين حسين ما عادش ولا شرب حاجة ولا عمل اي حاجة، قال لها سخنيلي مية، ودخل بالشاكوش يا سادة قاصد دماغ الام، ولا رجليها ولا ظهرها ولا صدرها، لكن هو داخل ينهي حياتها. دخل على طول بالشاكوش، وكان ظهر الام ليه حسين من ناحية الباب، وبدأ يسدد لها طعنات بالشاكوش. فاقت الام رغم ان النزيف من الدم بدأ ينزل على وجهها، وهنا قابلها تخيلوا طلع العصاية بتاعت الخشبة اللي فيها المسامير وبدأ يغرز او يطعن بالمسامير داخل وجهها. وده طبعا كان واضح من اقوال الحاجة سوريا اللي كانت موجودة في غسل المرحومة داليا الحوشي، بتقول ان وشها كله متخرم وفي نقرات من اثر المسامير اللي كان في العصاية. بعد كده بدأت الام انها تتماسك وتقوم برجلها وتجري ناحية الباب، ما استنجدتش ببنتها لان بنتها هي اللي مخططة مع عشيها. بدأت تجري لحد الباب، وهنا استطاع ان حسين انه يلحق ويخنقها من رقبتها تاني علشان تقع على الارض. تيشيرت حسين مليان بالدم. هنا الام ما فرقتش الحياه، لكن كانت بتنازع وتقول لهم سيبوني واطفشوا واهربوا وانا مش هجيب سيره لحد، لكن هنا لم تتمالك الام قواها بل خرت على الارض وهي بتبص لبنتها، وبنتها هي السبب في قتلها. هنا بدا حسين انه يتهجم على الام مره تانية، وهنا خلاص مش قادر يخلص وينهي ويطلع روحها، وهنا نده للبنت هات لي كاس هات لي ازازه، لكن جابت له كاس زجاجي كسره على الارض ومسك بمعصم الازازه او الكاس الزجاجي وبدا يضرب الام. ما كانش بيضربها في جسمها ولا في دماغها ولا في اي حاجه من جسمها، كان قاصد المنطقه اللي ممكن تنهي الحياه البني ادم في اقل من لحظات. هنا الدم بدا يسيل على بلاط الشقه، وهنا بداوا يسحبوها تاني ناحيه الحمام لان الدم كان بينزل بغزاره، كان الدم بينزل كتير علشان يغسلوا دم امها، والبنت واقفه تتفرج لا بيصعب عليها امها ولا حياتها ولا افتكرت لامها اي يوم حلو، لحد ما بداوا بالفعل ان هم ينهوا حياتها داخل الحمام. وهنا انتهت حياه الحاجه داليا سمير، وما سواش في الحمام لان ما فيش لص ولا في حرامي هيدخل يقتل حد داخل الحمام، وجروها مره تانية في ارضيه الصاله اللي هي قريبه من باب الشقه. وبدا ان هنا حسين فهمي يخلع التيشيرت بتاعه ولبس تيشيرت من تيشيرتات اخو نورهان اللي هو الولد اللي هو اسمه احمد وقريبين من السن، وبدا ان هو ينزل من باب العماره علشان الكاميرات رصدت حسين وهو داخل بتيشيرت وخارج بتيشيرت اخر، لكن الشكل ما بيتغيرش. واتمسك حسين واعترف بكل حاجه، وكانت اقوال رجال الشرطه اكبر دليل لادانه حسين في الجرم. فبلاش الناس اللي طالعه تأيد والناس اللي طالعه تبرأ نورهان والمحاميه اللي طالعه وتقول حبيبتي وصغنونتي والحاجات دي كلها، احنا هنفضل نجري لحد امتى على ورا الشو ورا الشهره ورا الارباح؟ ربنا سبحانه وتعالى هو رب العباد. فده كان اخر نص ساعه في حياه المرحومه داليا سمير الحوشي اللي عندها 42 سنه، اللي فقدت حياتها مش هنقول على يد غريب او صديق او عشيق او 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 لا، فقدت حياتها على بنت شالتها في بطنها تسع شهور وخلفتها. وهنا اتضح ان خلاص احنا رايحين في دنيا تانية، احنا رايحين لحد فين؟ ولا عاد في عادات ولا عاد في تقاليد، فاحنا بنطالب باقصى العقوبة على المجرمة والمتهمة نورهان. واكيد يوم الجلسة 2-1 في محكمة جنايات بورسعيد هنلاقي مفارقات غريبة، وده كله راجع لتدخل محامية بدأت تتطوع من أجل الشهرة ومش من أجل إظهار الحق وإعلاء العدل في الأرض وفي السماء. وصلنا لنهاية حلقتنا، ويمكن وضحنا لحضراتكم أقوال ضابط المباحث اللي قام بالتحريات وأسند إن كان في اتفاق واتصال وتواصل على الواتس وحاجات من دي كلها، وسبب الواقعة إيه. وكده خلاص داليا في
لمعية الله سبحانه وتعالى في دار الحق واحنا موجودين في دار الباطل. ياريت لو حضرتك شفت الفيديو دوت علشان يوصل لكل الناس ياريت ما تنسناش في الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس علشان الناس تعرف الحقيقة. واكيد في تفاصيل كتيرة هتظهر وهتظهر واكيد المفاجآت هتكون في اول يوم في اول جلسة من محكمة جنايات بورسعيد رحم الله المرحومة وصبر اهلها وربنا يعين الاستاذ خليل على الحياة. وزي ما قلنا لحضراتكم ان الاستاذ خليل حاليا بيبيع شقته لانه ملهوش نفس ولا ليه اي قابلية ان يقعد في البلد او في المنطقة اللي هو قاعد فيها. يا رب نكون الفيديو عند حسن ظن الجميع وقدرنا ان احنا نوصل لحضراتكم بعض التفاصيل الجديدة من قضية نورهان بورسعيد. دمتم بخير، اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.